هذه الوقفه هذه مديوره على جوج نقاط. النقطه الاولى هو الملف المطلبي اللي مطروح في اكتوبر 2015 ولحد الساعه باقي ما كاينش تجاوب عليه. والنقطه الثانيه وهي على سوء التسيير اللي كيتمارس على العمال على بعض العمال في مخازي الحبوب ميناء الدار البيضاء، وفيه نقاط اللي هي اجتماعيه ونقاط اللي هي زياده في الاجور اللي ما عرفاتش واحد الزياده تقريبا من عام 1999 ملي تكون القانون الداخلي. بالنسبه للاداره لحد الساعه يلاه دارت واحد الاجتماع في شهر ابريل اللي فات، ولكن ما كان اجتماع جاف واجتماع اللي كيسود فيه واحد الحوار ديال التماطل. بالنسبه لنا حنا غادي نبقاو متصممين، غادي نبقاو في النضال ديالنا الى حين تحقق المطالب ديالنا. ماشي في المستوى ديال الشركات اللي كاينين في المرسى. بالنسبه للصالير، الصالير ديالنا مقارنه مع الصالير اللي كاين في المرسى بالنسبه لتكنيسيا ولا اللي مانوفر ولا هذه، كاين صالير ماشي ما وصلش كاع سميتو. والملف المطلبي حنا واقفين دابا خصوصا على الملف المطلبي ديال 2015 اللي مازال ما تحققش منه حتى شي نقطه. جينا حتى جينا.